المعروضة هي التمور التونسية والجزائرية والتمور المصرية والإماراتية السعودية. التمور المغربية موجودة ولكن ما فيهاش اكتفاء ذاتي، هذا هو الإشكال اللي واقع في التمور المغربية، هذا هو الإشكال. أما بالنسبة لها هي عليها إقبال وفيها جودة، غير مقارنة مع التمور المستوردة كيكون الثمن ديال التمور المستوردة ثمن ناقص شوية، ثمن أقل من التمور المحلية، والتمور المحلية فيها جودة على التمور المستوردة. تمن التمور المستوردة بالنسبة للتمور التونسية راه كتراوح دابا ما بين 28 درهم حتى 32 درهم الكيلو، وبالنسبة للتمور الجزائرية ما بين 35 حتى 40 درهم، التمور المصرية ما بين 15-18 درهم، التمور الإماراتية حتى هي تقريبا 15 حتى 20 درهم، والتمور السعودية ما بين 30 حتى 35 درهم، هذا هو اللي كاين. أما بالنسبة للتمور ديال البلاد راه في هي فيها جودة ولكن فيها حتى هي الثمن، اللي هو حاجة مزيانة في ديال البلاد راه أنت كتعرفوا من الجهود راه 100-120 درهم، بوفقوس ب 60 حتى 80 درهم، الجيل ما بين 30 حتى 35 درهم، هذا هو هادشي اللي كاين. هاد العام ديال تونس والجزائر مزيان، حيت دخلنا بجودة، حيت ديال البلاد عندنا هاد العام شوية نقص، خسرت لنا الشتاء، هذا هو إما ديال البلاد راه أحسن من ديال أي بلاد. هو الناس على حساب كل واحد على حساب الجودة ديالو، أغلبية كيديو ديال الجزائر وتونس، أغلبية هاد العام ديال الجزائر وتونس هو اللي مشي، والعراق حتى هو العراق شوية ما فيش، أغلبية الجزائر وتونس هو اللي كيخرج بزاف. ثمن مناسب، كل واحد على حساب جهدو، كاين الخير الحمد لله. الناس ياخذوا التمر ديال المغرب بزاف وديال الجزائر هو المطلوب بزاف، وتابعوا ديال تونس وديال مصر، هادو هما الاثمنه اللي كاينين في المغرب بزاف، فاللي داخلين المغرب. الاثمنه ديال الجزائر طالعه شويه، ديال 40 درهم، وديال البلاد ديال 25 27 حتى 30 درهم، وهادشي ديال مصر كاينه 20 درهم، وهذا ديال تونس كاينه 30 35 حتى هو ما مقادش. هما الاثمنه يعني طالعه هاد العام شويه.